للمزيد من المتابعة حول فعاليات مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا من هناك مراسل التلفزيون المصري باسم أبو العينين. باسم، هل لك أن تصف لنا الأجواء لديك اليوم في ظل هذا المهرجان؟ إليك من مدينة العالمين الجديدة وتحديدا من الممشى السياحي بمدينة العالمين الجديدة وسط أجواء رائعة، شمس مشمسة غير يعني حامية وأجواء معتدلة ورياح معتدلة. في الحقيقة أن العالمين الجديدة تستضيف مهرجان هو يقدمها ويدشن لحقبة جديدة تخص العالمين أمام العالم، ليقول للعالم بأن مصر لديها مدينة جديدة على طراز فريد وطراز معماري جديد، مدينة من المدن الجيل الرابع تضاهي العاصمة الإدارية الجديدة ومخطط لها تخطيطا يعني يتناسب مع قيمة وقامة جمهورية مصر العربية والجمهورية الجديدة. الموضوع أكبر من كونه مهرجان، ولكنه إطلالة تدشن فيها مصر لمدينة جديدة تقدمها للعالم، أن مصر أصبح فيها مدينة كانت منذ أعوام حقل ألغام والآن هي حقل سلام، ويعني يأتي إليها الناس من كل حدب وصوب ليتابعوا هذا المهرجان ويستمتعوا في الحقيقة بكل ما تقدمه هذه المدينة لروادها من مميزات ترفيهية ومميزات رياضية ومميزات ترفيهية بخصوص البحر والألعاب المائية والعروض الجوية وإلى آخره. أكثر من مليون من الزائرين من المتوقع أن يحضروا هذا المهرجان الممتد على مدى 45 يوما هنا في العالمين الجديدة. ومن أبرز الأحداث التي اختتمت بالأمس كان ختام مهرجان أو فعاليات البطولة العالمية للبادل، والتي تم تكريم الفائزين فيها، والتي كانت مقسمة إلى سيدات ورجال. وهذه اللعبة لمن لا يعرف يعني تشبه لعبة التنس ولكن في ملعب أقل في المساحة، وكل فريق عبارة عن فردين، هي لعبة زوجية وليست لعبة فردية. تم تكريم الفائزين في المركز الأول والثاني من السيدات ومن الرجال، والذين أعربوا جميعا عن سعادتهم بوجود هذه النسخة الأولى في هذه البطولة في هذه المدينة، التي يعني أعرب البعض عن دهشتهم من وجود هذه المدينة في مصر لكونها زيارتهم الأولى لمصر. وأخيرا من خلف المسرح، هذا المسرح كانت تقام عليه بالأمس فعالية لبرنامج صاحبة السعادة للفنانة الأستاذة سعاد يونس، والتي كانت تقدم فقراتها أو برنامجها حلقتها بالأمس من هنا، وحظيت بقبول وإقبال كبير من الجمهور، يعني لم يكن هناك مقعد فارغ بالأمس، وكان الحضور بكثافة، وكان بسعادة كبيرة أن يطلع هذا البرنامج من هنا في العالمين الجديدة. إليك. نعم، أشكرك شكرا جزيلا مراسل التلفزيون المصري من مدينة العالمين الجديدة الزميل باسم أبو العينين، شكرا جزيلا لك.